هلو حبايبي، شلونكم؟ مين ما انتهينا بدينا. خلونا لايك الفيديو، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. بذاك الفيديو بنهايته قلت لكم انا رايحة لمحمد، وهسه رايحة. هاي الجنطة ماخذتها، شوفوا هناك بالمراية احسن. فيلا خلونا نروح على السريع وارجع للبنات على مود، لانه تعرفون انه حنوش سافر بذاك الفيديو وما يجي بعد 3 ايام، فاروح اودي الاغراض لمحمد وذني الشغلات المحتاج هنا وارجع. حتى شنو الم الغراض مال الصاله، ما اعرف صار بي يعني، والله صار عندي خفقان، ما اعرف اذا شفتوا العيطه بذاك الفيديو هماتين، هيك حسيت انهاريت من التعب والله. صار لي 3 ايام كلش تعبانه يا الله. ها ايش بيدك؟ مال المستشفيات. اي لا توين انت وين لعد؟ اي توست وجبن. شلون اقعد عشا توست وجبن؟ اي هاي اكل صحي. الشيف. ها؟ هو هذا الشيف ابو المطعم. اي مو قلت لك انا خل اسوي شوربه، ما قبلت. جبت لك فواكه، هاي هنا خيار وهاي اكل وياهم. هذا شو اخلي هناك هذا؟ اي اي خلي هناك بعدين اقوم. ها اوه طول شيء. ايه حتى تاكل فيها هذا، اذا كنت اطلع اكل بس. شوف المستشفى بس فرق، هي نفس البنايه بس القسم يختلف، فرق من السما اللي قاعد. اي لا هذا هاي مسح هاي. شلون اطلع؟ يطلع. يعني بعدين ما خلص. تذكرين هناك حتى حلويات اكو، مو حلويات. الطابق هذا الطابق عاوي. هسه صار ثاني الخامس والرابع يخلص. حتى الموظفين عاوي. اي طيب واحد عاركت وياي. تعبانين دول حيل تعبانين، ما يتحاجب. في هاي خلي بيها خيار. قلي اذا صعد السكر بعد من ناوي هيجي ما تاكل الا تفحص وتلقى نازل. يلا تاكل. زين على مودك. وهسه على شنو تتعرك؟ اي هم غير على مودك. لا هو عنك غير قليش؟ اي. اي احسن. إيه بس انا دمرت اصابعي، خلص انا صار لي كم يوم. لازم تحط الجهاز. لازم هات جهازي بتشرف. خلي خيار يصير طيب. بعدين اكل هيك الخيار. وهذا. لازم اخلي له هذا الجهاز بالموبايل. اي احنا غير كنا نروح للدكتور نقول له. لازم اخابرهم باكر اقول لهم مريض موعد سريع. لازم 3 افحص و4 افحص. و6 الصبح افحص. اي مثل المستشفى. قلنا ساعة ساعة تفقد الوعي وما تقدر. اي انت ذاك اليوم الصبح ترى كنت فاقد الوعي بس انت ما تسمع الكلام. من نمت هواية خلاص النهار انت نايم واحنا ننتظرك تقعد. انت فاقد ما تدري. كنت فاقد الوعي. وقلت لك يا معود امشي الروح امشي الروح. ما تسمع كلام. زين ليش هسه انتم لابسين كمامات وهذا صور؟ شو مدري غير هم جابرينا نلبس. قاعدين يمكن يلبسون. خافون عليك غير لان مناعتك ضعيفه. اه والله خافون عليك مو خافون عليك. اه اريد مخده. مخده تريد؟ ليش احنا وين قاعدين تريد مخده؟ جيب من هنا مخده وبطانيه وجدر دولمه. لا تروح ها؟ هسه اطلع وراح اقول لهم يجيبوا لك مخده. يلا لازم اروح انا عندكم شغل بالبيت. اي اي لا 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 تخاف لا تخاف. ما تسوي لك شيء. لا حبابه. لا. اي والله. ايش انا ما ادري لو بالعراق. شكرا يا بس ننخد جيران كلهم يجون هسه حايره انا. الله لا يحير عبده. ما يطحم المطروح. والله. من نطلع انا شو من موعد يوم الاربعاء؟ ما تنزيل. مالهن يجي الغراض.
والله. واليوم شنو؟ واليوم ثنين، وباكر لازم اشيل الغراب واصبغ. من يصبغ؟ انا اصبغ. والله شيل راتبك. انا اصبغ هنا ركنين. انا باكر جوز ما اجيك. بس اذا قالوا لك تطلع خابرنا جاخذك. شو نجيبك؟ الدكتورات. لا اجي اخذك واروح. واذا ما تطلع ما اجيك لانه اجيك جوز ورا اتطور هيك بالليل. بس انا ما كنت مشغول. اروح اجيب لك الاكل؟ ما يطلبون ايش بعد؟ ليش سامع؟ سامع ليش؟ 19. خل اطلب لك؟ من هذا اليمنى يجيب لك لهنا. شو يجيب لي؟ اي شيء تريد. بثمانية والله بعد ما يصير محمد. صبر نفسك صبر نفسك. يلا اشرب مي. اشرب مي اشرب قهوة. هذا 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 الحب. يلا اروح اسوق كم حاجة اشتري وياي واروح للبيت. شنو الظلمة؟ سوقت طبعا. ما صورت لكم هناك هسه صورتكم شنو اشتريت؟ فوق. راح يصعدها ان هي هاي المشكلة. يا رب. نوب هذا حتى ما بيها. وصلت اخيرا. شلون يوم اليوم تعب والله متت من التعب. من الصبح لسه الصبح وقفنا ويا حنوش 3 ساعات. طبعا هذا الفيديو اكو فيديو نزل قبله مال نفس اليوم، فهذا اليوم تكملة يومنا، قلت لازم اكمله لكم. يلا خلونا اصعد فوق. جبت لكم كل شيء وكلاشي. هذا من طلع دبس الرمان، شو سويتوا بيه؟ اكلتوا؟ تعالوا يلا. اشتريت هذين مجدد للمطبخ، هذين اريد اذبهن بعد. خلاص وقت تعبانات هذا. بس هذين مجدد تعبانة كراتين. هاي محمد ببانات. اي 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 والله احتاج كراتين هسه. شلون ما صار لي وقت؟ كان رحت جبت كراتين. مين اجيب؟ ما ادري منو ذيك المرة قال لي قد ما تريدون كراتين. منو؟ خبلها. هذني جدد اشتريتهن حلوات. خليهن هنا وذني هم. حراري هذا، شوفوا منه حراري ومنه هيج حلو. اي زين هيج. اي حلوات. شايفين 14 شنو؟ هذا التوست اهم شيء. جبت لكم حليب. يوغوت انه خطيه. هات شطي لي لوينه. نقضي. لينا. اكل لينا جبت. وجبت هاي شموسه مو قلتي وين نلقاها؟ شنو؟ هاي خاشوقه مال الكريمه. اي هذه. لقيتها بالالدي منزلها. حلو منزل شغلات تخبل. بس انا تعبانه ما بيا حيل. كلش حلوات. وهذا الجبن حتى باكر نسوي لهم اكل. الجمعة بس بخاي. اي يعني داومون باكر وعقبه بس 3 ايام داومون والنوبة تجينا لعطلة. اي هم زين يصير عندنا وقت 3 ايام. حلو زين. راح اجلها على الجمعة عادي. اي احسن والله. والله لان وقت ماكو راح اهلك نفسي يعني. وانا لا ما يصير هيك. اي عادي. هو ايش وقت ما تيجي تجي احنا ما عندنا شيء. ما عندي مشكله. اي خلاص. هاي ماما ما لازم نسوي لنا الاوراق هم. وتاكدتي اليوم ذبيت البوست نفس الاسم؟ اي مكتوب ماشي. هيك يعني تعبي من الصبح لسه والركضه هاي. بس ادم راح. شفتوا شلون؟ بس لازم اعزل شوي اسوي لي قهوه واروح اخذ للطبيب والنوبه اروح ارجع اسوي اكل لمحمد. هاي ليش فاتحيها يعني؟ والله ما يصير.
ليش فاتحين القشطة والجبن اثنيناتهم مع بعض؟ نرجس هسه تريدين تاكلين شمس؟ يلا تعالي قومي سوي اكل الك قاعد. يلا انا هذا ما راح اشيلهن بس راح اسوي قهوه الي. أنا خلق أسوي ذيك القهوة العربية ولازم فور الحليب وهاي والله ما له خلق وما عندي وقت. هذا الطرشي ما أعرف شو وقت أسوي، لازم أسوي الطرشي. هاي عندي فلافل، شوفوا أنا ضمتها من زمان سويتها وياكم بالروتينات. طلعت هذول التشيسين اليوم، راح أسوي لمحمد بالقلاية الهوائية فلافل وزلاطة وهاي وآخذهن إليه هو يريد. ألو ها؟ والله ما شفته، طلعت منه بطنها توجعها. هسه راح آخذها للدكتور، راح آخذها للدكتور. إيه أقول له عندك أكبر أبرة أضربها لأنه حتى تطيب بسرعة، مو أنه ايه هي هاي متر ونص. هسه اخيرا جبت كرتونه. هسه هاي الكراتين المن مجمعيها ما اعرف والله، هاي شنو بيها؟ هاي واحد يحتاجها ما يحتاجها ما اعرف. والله بطاريات كلها فارغه، هسه صعدنا هنا حتى نسوي هاي نفرغ هذول الفوق. شو راد لها وقت ايش قد. تعي انو تعي بالونات، اي كوم هاي بالونات باش تلاقيهن على كيف ثقيلات. هسه فرغت كل شيء، شوفوا فوق الميز وبال الميز كله. يا ويلي هي هاي الكرتونه هسه لازم اشوف لها مكان. وين دبانات انا باع البزونة شلون فلت الخيط؟ سوت بيه؟ هاي ما تعول فرصة. لينا تعي اختي شيلي انا شيلي كلها لما تعي. شفتوا دبانات؟ لا وين اكو دبانات؟ دبانات شو تدورين دبان شو تسوين بيه؟ على الحيط هلا عمي دم 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 شو ترسم؟ دم 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 ما تيجي تاخذ. شو راح افتح هاي؟ لازم تطلع من هنا. ما تطلع. اطلع من ذيك الجهة.
أنا ماما ملتي بر بردة. خل أغسلها. يلا. بعد ما أقدر أسوي أكثر من هيجي هسا خليت فارغات، شلت البردة غسلتها وبقن هذولا، بعدين ما يصير نكلين بالغسالة، هاي البردة كلش كبيرة. فبعدين راح أسويها، سأروح أسوي الفلافل وأسوي أكل، أروح لمحمد وبعدين أرجع أسوي. طلعت لي ذني كرتونتين وعلاقة كبيرة، فهم لازم واحد ينزلهن ذني الجو للكلر يعني المخزن. خلنا نشوف الوضع إيش يصير. هاتش قالوا ذني مال آدم، وهذا مفتاح ألقيه، هذا مال آدم وديهن. يلا بس أول شيء أخبط العنبة. هم لازم أسوي له قهوة وأخذها وياي مثل البارحة، نسيت الترمز الصغير بقى يمنا. يلا ما يخالف عندي واحد ثاني. هاي العنبة جاهزة راح أسويها، خل أسويها كلها أخبطها ونخليها بقد علبة. لازم شوية بماي فاير نخبطها وبعدين بالماي الفاير بسرعة تذوب. نبقى نضيف لها مي شوي شوية بعدين نخليها بالمجمدة تبرد بالثلاجة العفو، وبعدين نخففها هم شوي شوي. هاي شوفوا الفلافل بالقلاية هيك صارت، بس شوية ناشفة، بس محمد قال لي هيك اسويها، ارميها على الزلاطة وبعدين اخلي العنبة فوقها. هيك شوفوا سويت الهي شوية طرشة رميت وزلاطة وراح أخلي العنبة. هاي خلصت لهم الفلافل غدا بالكامل، بقى شكلها يجنن صار، وقليتها بزيت الزيتون. وهاي رميتهن لمحمد وخليت لي هيك بس أربعة حتى يبين شكلهن الفلافل، راح أخلي له فوقها عنبة. العنبة هسه لازم نخففها، بس خلي يريد هواية، قال لي خلي هواية، بس أنا ما راح أخلي له هواية، أفهم شوية ولو هي بهارات.
هيك صار شكلها، شوف الجمال جنن والريحه بعد اطيب. راح اخذها واروح اخذكم وياي اكيد. خلصت الغداء، رحت غسلت شويه، لازم ابدل واروح. انا هنيكي حلق مال هلو. اي بدك تسوي؟ انا جابت لي صمون. هاي الي وحده سمراء وهاي الهم ابيض. اسوي شلفه؟ يلا سوي شلفه. اي يلا. هذا طبعا البكاغاي هذا هنا جو البنايه، فدزيت انه على السريع. يوم حنوش ما هو؟ اي يوم حنوش ما هو؟ انت جابت لنا صمون. هاي اول مرة انه تجيب لنا صمون، فرحانة هي فرحانة. اي ها هي بعد تجيبي لنا صمون، شاطرة. اريد اكمل تعزيل، خليتهم معين بالغسالة. بعد شوية منها امسح وكفكف واطير لمحمد. ركض وادم بعد ليش قد؟ وشفيش الساعة؟ بالوحدة ونص بعد له ساعة ونص ادم. شموسة تجيبه. شموسة خطية اجت من المدرسة شفتوا؟ رجعت وجتها الشقيقة. شموسة طبعا ما اعرف اذا عرفتوا انه صار عندها الشقيقة هاي، يعني الله لا يراويها لاحد. خطية اذا لزمتها الالم مالتها ينزلها للقاع. فقالوا لها من تصير لنا 18 يمكن تروح من عندك، فلازم لا صوت عالي ولا ضوء قوي، يعني هواي هواي شغلات. تعال انه انا ما اشتهي اكل هسه، من نرجع اكل. يلا وين حتى الحين؟ اروح البابا غير تجين وياي؟ تجين. الصمون خلوني انا خلي شوي اشتغل. اريد من ارجع هم ما عندي شغله هواية حتى ارجع لهذا الميز، راح يجون يشيلوه بالليل وذني بعد ما اعرف شو وقت يشيلوه، بس لازم ان شاء الله باكر الصالة فارغة. باكر ان شاء الله اول يوم ذا لحقت من نرجع اشوف الشمس اذا زينه اخذها ونروح لل اشتري صبغ واشتري نايلونه فرشه بالقاع واشوف محمد بلكي يطلعوه، لان مشكلتي الوحيده تنظيف هذا شو يسمونه، طلع الشيطان الحوض. تنظيفه الحوض صعبه علي. هاي مكسورة المن باقية حافظة انه اي استحار. يلا انيتا، يلا اخذت انيتا وياي وراح اخذ ادم هم، لانه نقلوه من هاي الغرفة هسه مسموح الاطفال يعني يطبون. لا لا جبينا بس ذني العلاقة هاي الورق انه اي هاي وحدة بالمطبخ. يلا حبيبتي على السريع. يا ولي تعبت، ما صورت لكم يعني كل شيء سويته والله العظيم. غسلت ملابس، غسلت البردات، نظفت هسه المطبخ، غسلت المواعين وسويت غدا. هلا نسوي له أبولين. تسوي له أبولين؟ إيه. يلا. خالة. هذا يدقون علي دقيقة. أجيب له دومي. اقعد.
قول لهم سلام عليكم. سلام عليكم. جيب جنطك، جيب جنطك خليها هنا. يلا سكينة. يلا ساعدي أمي. ها؟ من الريحة؟ ريحة جنطك. ريحة لفة. أكلت؟ إيه. شكلت؟ يلا يلا خنروح ونسولف. وهسه رايحين بابا اخذنا ادم هذا وانا ادم قلت سلام عليكم. سلام عليكم. هاي يا ماما احنا انا لا تسوق والله نسيت ايش اقول. اصوركم الشارع وما تريدون كتبوا بالتعليقات. صوري لهم الشارع يا شلون ادم شلونك شلون جهالك يصدق وين جهالك وين جهالك وين جهالك؟ غادي يروحون وياك الروضة؟ ها؟ راحوا. راحوا؟ راحوا. انت هذا غير اوس جانج؟ اي. ايش تسوين هسه هنا عجوزنا؟ اني مباشر. ما تعرف انه منا يروح يفوتون لهناك. حتى سيارات موديهن هناك، اذا نبيتها تقدر تفوت منا، بس اذا تريد تاخذ جو شو اسمه؟ مو شو اسمه ابنها تروح من هذيك الجهة احسن هسه يا ان يلا اوكي خلاص اول اشارة هسه راح ناخذ وردة يعني وحدة باكت وردة ونروح لبابا وهاي الوردة اشتريتها بعض اخ يلا تعالوا هذا بيت آدم هذا بيت آدم شوفوا هذا بيت آدم خاف تقولون احنا ما علينا جوا بيتي جوا متحمسين؟ ايه والدة وبابا نعم هلا وبيت شلونك؟ زينة كلش ريحة عنبة ولا شيء ايه ادم هم استوى اكل عمي لك هار ما اشتري الوردة عني اشتريتها بحري بس ادم جابها؟ ايه اشتريت لنا صمون اليوم انه هسه بقنا بابا من المستشفى حنطلع ونرجع هيك صوريه هو اه هذا بابا شو رد حتى ياكل فلافل طبعا بس جيت حسيت نفسي يعني هيك منتهيه من التعب بس اريد انام فقبل رحت نمت حتى ما شوفتكم شنو جبت وياي هاي السطلات اكيد شفتوها جبنا هذا قمر قمر عراقي من حليب الجاموس من معمل بابليون وهذا اجبان هذا جبن وهذا جبن جبن وليس جبن جبن بس بس اريد اجرب بس اريد اذوق شلون نذوق والله القمر سهل واحد يذوق ولو دنيا الليل بس ما يخالف نذوق هيك نذوق طيب كلش طيب بس هذا مال الصبح وصمون مال شعير وشاي حار وياهم بس هذا الجبن ما اعرف وينه اريد بس الوح وحده ها هذا هيج شوفوا على شكل دعابل خل اذوق ولازم اغسلها
واو طيب والله. يجنن والله. عاشت ايدهم. هاي ما اقدر افتحها لانه قطع كبار. هذا هيك دعابل شفتوه. نصحوني وين احتفظ بيه؟ لازم بالثلاجة مو؟ زين داني شلون راح اخليه بالثلاجة؟ طبعا على اساس يجون يشيلون الاغراض ماكو. انتظروا رجعت بسرعة من محمد شفتوا بس رحنا طلع ويانا شوية فرة ورجعنا وجيت ركض للبيت. والله انا كان ما رجعت هيك من عنده خطية سوى قاعد فاتح بث هم جوعان وهم يريد هذا الدفتر مال السكر بالبيت. لازم هسه اروح اودي الهيا صار الليل يلا والجو مطر وانتظرهم ما جوني راح اخابرهم يجون يجون ما يجون اروح اودي له الدفتر وارجع. هم اجيب مي وشغلات ما عندي والله كريم. ها ادم هاي شنو هذا الميز شلناه؟ هاي الاغراض بقتها بن شلون بيها؟ جون سينا. انت جون سينا؟ ايه. جس سوي. وهاي راح الميز اول غرض ينشال. بعد عدي القنفات وبعد عدي هذا الميز وهذا الحوض لازم باكر افرغه والله ما ادري شلون. يلا ان شاء الله باكر نخلص من عدهن. صار هذا المكان فارغ. هذا صندوق الغراض لازم نرجعه لان فلينا بيه الميز وما اعرف بعد هم سوقت ما راويتكم والله شنو جبت وياي من سواق من جيت ذيك السه. اخذت وياي اكل لمحمد وهم جبت لهم هنا دجاج وما اكلوه كله. خليه هاي هنا باكر جوز اسوي. جبت صمون مال شعير. جبت لهم توست ابيض للمدرسه. جبت لك هذا انه تاخذين ياش للمدرسه هماتين بافل ميني بافل رمان هم على مود باكر افلسه واخذه وياي. لمحمد وياي المدرسه؟ اي هو جبت واحد الك واحد شمس. جبت لكم ايس تي وهذا واحد لك وواحد الشاشه. شوفي هي تختار هذا لان بي فيتامين سي احسن لها وتاخذي هذا. وجبت لكم هذا مندرين اذا تريدون. وجبت مي الي. فهسه تعرفون بيش الساعه ب 11 ونص حبايب قلبي. راح اعزل المسواق واروح انام لانه صراحه هلكانه والله العظيم هلكانه شايله همش كبرى للصاله. اكو يقولون شنو دا تسوين الصاله وزوجها بالمستشفى؟ هاي الصاله صار لي اكثر من اسبوعين انا موصيه عليها ولازم كنا يعني قبل هالوقت احنا مفرغين صالتنا. باكر كان الموعد مالتها واني اجلتها اليوم الجمعه. يعني باكر كان المفروض تجي بس اني اجلتها اليوم الجمعه على مود لسه ما مفرغه الصاله وما صابغه. فان شاء الله يا ربي باكر تخلص ان شاء الله افرغها واجيب الصبغ حتى نلحق نسويها. الحمد لله يوم الجمعه عندنا عطله هنا كل المانيا وعندي سبت واحد هماتين نخلص بيهن. ادعوا لنا لمحمد بالشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع لنا احسن من قبل. يعني احنا نعرف بيكم انتم قلبكم ويانا وتعليقاتكم نتخبل وتجنن على ذاك الفيديو رغم العيطة بس حسيتوا بيا انه انا ليش عطت. يعني اكو تعليق شرح شنو انا بداخلي والله العظيم شرحها بالتفصيل حتى انا رديت عليه وقلت له والله صحيح. فاشكركم كلش هواية على وقفتكم. وقفتكم عادي عذروني على السحقات. وقفتكم وياي يعني حتى لو بس بالتعليقات بالكلام الحلو هو هذا يعني دعم معنوي. اهم شي بالحياة اهم شي بالحياة الدعم المعنوي صدقوني. ونتمنى من اللي الله مدى يشافيهم اصحاب التعليقات السلبية هم الله يهديهم ويعقلهم ويصيرون احسن وما يعلقون على الشخص قبل ما يعرفون انه هو شنو بيه شنو ظروفه شنو ديمور ليش هو هيج دي يسوي. يعني هواية امور. فحبايب قلبي ما احب اطول عليكم واني هم تعبانة. احبكم كومات ولا تنسون لايك الفيديو شجعونا وتعليقاتكم لتخبل وتجنن. احبكم كومات وانتظروني بالفيديو الجاي. مع السلامة. تصبحون على الف خير اذا تشاهدون الفيديو نفس الوقت اللي دا انهي بيه هو الساعة 11:30. مع السلامة.